يقولون الأولين ومن السوالف اللي انتشرت وتواترت إهنا رجال إني قال له ضاري رجال فارس وحمية وفزعة وفيه دين وتشوم نفسه عن أمور كثيرة ويفزع للمحتاج والشخص اللي حتى ما يطلبه ما يخليه أحد ونفسه زاهد في أمور كثيرة. ضاري كان عنده رفيق خاص اسمه مطلق أبد تقول أخوه اللي ما جابتهم كذاك اليوم وطلعوا يقنصون المراد أنهم أحد هالضلعان يوم أنهم شافوا على مقام هاك الغزال وبيمد البندق أنت يا مطلق يوم أنه راح الغزال استغرب خصوصا أنهم ما تحركوا وفي محلاتهم يوم التفت مطلق وهو اللي يلمح هاك الذب قال أنا مديت بندقي وما عاد هبة معودة اصبر اصبر وش انت تبي؟ قال الذيب قال تكفى انت اتركه هو ضرك؟ قال يا بالحلال اذا ما ضرني اليوم يضرني باكر قال لا 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 انا لامحه من كم يوم ولا علمت اي احد من العرب خايف ان يجي مليقيف ويذبحه خل والله العظيم اني كل يوم اني اقسم له بس انكم تخلونه اقتنع مطلق خصوصا هذا رفيد زهضاري وعوده وياه في عربهم كان هنا رجال اللي قال له عناد ما هنا ببثر منه وما هنا بنجسمه ورجال أناني إذا جل ما رد أبعد الناس وتمشكل وجاب بندقه وقام يتهاوش مع ذا ويتكلم على هذا حلالي يا رد قبل ونجى في مجلس ولينح على قولتهم نطاط متبنه تعرفون مش نطاط المتبنه نطاط المتبنه اللي هو الفار إذا حطوا على ما قال التبن في وجه العدو مثلا في المكان أو في المستودع يصير يطلع بينهن وينقذ فالأولين يقولون نطاط متبنه يعني ملقوف وما منه فايدة إلا بالعكس يخرب ولا تقدر تصيده وهذا هو عناد ما غير مشاكل ولا منه مشتكى وعناد عند ضاري حاول أنه يحل الموضوع بحنكته وبرايه وأن الجميع كان يسمع رايه رغم أنه كان هو شيخ قبيلته أو أميرهم لكن لرزانة عقبة. شنو رايحك يا مطلق؟ شنو مشغل بالك؟ تبى العلم نويت أعرس يا ضاري ما شاء الله تعرس بنت من؟ الجازي بنت سويلم الجازي بنت سويلم صادق أدري أن أخوها عناد نشبه لكن أبوها ونعم من حمولة طيبة ومن خيرة رجال العرب أنت تستاهل الخير والله يوفقنا وياك والله أني خايف يا ضاري من عناد أخاف يعيي وما تزوج الجازي أبد توكل على الله ولا عليك واللي تامر به أنا حاضر تبى العلم من باكر أبى أروح لأبوها واخطبها منه الله يوفقنا وياك الله يوفقنا وياك ويرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله الحقوني يا الربع الحقوني يا وجه الخير حلالي حلالي خير وش عندك؟ الحنشة ساقوا حلالي كله تكفونا من الحق وراهم لئتهم والله أخذوكم على الحلال وريحونا من ذلك وجه العبر شباب كلنا على ماردة يلا يلا تغلبت يلا جل شنوحك علي أنا طالبكم الفزعة وين؟ وين راحوا؟ شرقوا يم الجبل يلا يلا مشينا نروح نلحقهم ونرد حلالك يلا مشينا بيض الله وجهك هاتوا وين هاتوا على هون على هون على هون على هون اسمهم داو صويلح وخليك نجل البيت بساعة يلا لا حول ولا قوة بالله على هونك على هونك على هونك على هونك لا حول ولا قوة الا بالله على هونك بسيطة مطلق مطلق يا ولد رد علي جاء صويلح مداوي وداواه والحين زي ما تشوف نايم مطلق وش فيه؟ ما اللي مصوبه؟ الحنشل جو وخذوا حلالي وانا مطلق لحقناهم كنا نرد الحلال انت ما لقيت الا مطلق تاخذه معك رد علي اذكر الله يا ابن الحلال انا نخيف العرب كلهم ولا فزع الا مطلق انت مو ذي خلق الله انت ما تسعى على وجهك يا ردي حتى العرب كلهم ما يبون يمشون معك ليش ما رحت لحلالك مع نفسك؟ انقلع ولا تشوفك عيني مرة ثانية الخسيس انقلع مطلق مطلق